مصلحتنا هاي من حما يعني أبا عن جد. على الرصيف عناقيد معلقة والقلب علق بأم النواعير، هذا بيت من الشعر قاله صديقي الشاعر عندما استضفته مرة على حسابه عند أبي أحمد المهجر من حما منذ 11 عاما، والذي افتتح هذا المشروع هنا. ما الذي يفعله بهذه الفواكه التي تتدلى صيفا وشتاء؟ تابعوا معي. والغانم بيجي بيقول لك هذا اصطناعي ولا حقيقي؟ بياكل كوب الحمى بصد النهار كلياته، ما بياكل شيء نهائيا من دسمه، يعني ملك الكوكتيل، يعني ما بيعطي اسراره لحد. الكوكتيل ما بده مثلا موز مباشره تحطه هيك، هذا بده يكونه يعني مستوي معتق، يعني بشربك انه بدك كاسه كوكتيل على حقيقتها. يعني فتحتها بالمعره، بعد المعره جيت على مدينه ادلب. شو هو اسمه؟ فواكه. انا بعلقه بضل عندي سنه وسنه ونص، هلا تفاح بضل عندي 3 سنين. المصلحه كلها تفن وذوق، يعني هيك هوايتي يعني.